اهلا بحضراتكم من جديد. وفي البدايه برحب بمصطفى عسل، نجمنا، نجم الاسكواش، نجم مصر، نجم العالم، اللي منشرفنا في الاستوديو. اهلا بيك يا مصطفى. اهلا بيك يا كابتن عيسى، منورنا. ويعني احنا كنا مستنيين اللقاء ده من 3 اسابيع، يمكن كان عندنا ماتشات كوره خلصت، بس طبعا منورنا ومشرفنا يا مصطفى. انا قلت مش هطلع في اي قناه غير قناه بيتي هنا. طبعا طبعا ومبسوط مع حضرتك النهارده. انت عارف انا يعني بعزك ازاي وعارفك وانت لسه يعني 11 سنه وانت في النادي، طبعا دي حاجه تشرفني. مصطفى في البدايه ببارك لك على الخطوبه. الله يبارك فيك. يقول لنا ايه الخطوبه، وعرفنا طبعا بجيداء وليد عزك كمان نجمه يعني النادي الاهلي، يعني ظروف الخطوبه جت ازاي، خاصه انها جت فجاه، يعني فوجئنا بصور مصطفى وجيداء. هي جت فجاه على طول بعد كمان البطوله. جت فجاه، فكان الحمد لله يعني اسبوعين حلوين الحمد لله، وربنا يتمم على خير ان شاء الله. طب يعني الخطوبه ايه، جت في جو عائلي؟ انا شفت الصور كانت طبعا. لا كابتن وليد عزت يعني مصر وكابتن طبعا. وائل يعني حبايبي طبعا، و يعني فخور ان انا سبتهم طبعا، اكيد وان شاء الله يعني ربنا اتمنى لك يتمم. السعاده ان شاء الله والجيده اكيد ان شاء الله. مصطفى خلينا طبعا دي الصوره. طيب واشكركم. ايوه الصوره هي طبعا جيداء ووليد عزت، نجم طبعا يعني النادي الاهلي ومن احد رموز النادي الاهلي في العاب الماء. مصطفى دول صحابك يا مصطفى؟ صحابي بقى. مين بقى قولوا لنا؟ طب صحابك عبد الله وياسين وخضر. ما شاء الله. طيب دي صوره طبعا الشبكه كانت بعد بطوله ايه؟ بتاعت بطوله العظماء 8 على طول. اسبوع يعني 1/7 مثلا. والله طب وده طبعا كان في جو عائله، انا شايف صحابك ما شاء الله. الف مبروك يا مصطفى. الله يبارك فيك. يعني اكيد طبعا الارتباط بيحقق الاستقرار لاي رياضي، دي حاجه طبعا مطلوبه وحاجه كويسه جدا جدا. طب مصطفى اجي لك، يعني موسم كان طويل. الاول خلينا نتكلم على الانجاز اللي معانا يعني في الاستوديو، هم 3 بطولات العظماء 8 متتاليين ورا بعض، 3 مواسم كاول لاعب في التاريخ في العالم يحقق البطولات الثلاثه دول ورا بعض، صح؟ طبعا الحمد لله. يعني الحمد لله والله. طبعا ضغط كبير جدا الفتره الاخيره، يعني النهارده ان شاء الله انا هتكلم عن حاجات كتير. يمكن لاول مره جمهور الاهلي لازم يعرف، جمهور مصر وجمهور النادي الاهلي لازم يعرف يعني الحقيقه كامله، ان انا دايما كنت بحاول على قد ما اقدر، هي في تمشيه امور، في يعني سياسه امور. بس طبعا لما احنا نخش في وقت زي ده، وقت عصيب زي ده كلاعب كحد بيمثل مصر يعني الحمد لله يعني بطولات، وكنت رقم واحد من فتره لولا الوقف، و يعني ما كانتش احسن حاجه طبعا. سيزون بالنسبه لي وكان اقوى سيزون ليا، وفي نفس الوقت برضو اصعب سيزون ليا، وتوقفت وانت رقم واحد. الموضوع كان صعب جدا طبعا. انت احد المرشحين لافضل لاعب في الموسم، يعني بالظبط انت احد اللعيبه المرشحين. طب خليني قبل ما اروح واتطرق للجانب ده، دول ال3 بطولات اللي انت حصلت عليهم العظماء 8، وتبقى بطوله صعبه وفيها اكبر 8 وماتشات ما فيش مباراه سهله. صح. اصعب واحده في الثلاثه مين؟ لا هقول الاخيره. الاخيره ليه؟ الاخيره البطوله دي صعبه جدا. البطوله دي يعني يمكن احنا 8 بس اللي بنلعبها، فاول ماتش يعني يمكن اصعب ماتش عادي. ممكن تلعب مثلا شورباجي اول ماتش عادي. ناس طبعا لسه داخل اللي هو بتسخن كده في البطوله، لا بتلاقي ناس تقيله جدا. يمكن ديجو الياس برضه البيروفي، علي فرج، عندك ناس تقيله جدا ممكن تلعبها اول ماتش ومجموعه، وممكن تطلع بره المجموعه خالص. فالموضوع كان صعب، بس دي ليها قصه تانية وليها طعم تاني خالص. كان بعد بطوله، كان بعد وقفي، وبعد كده لعبت بطولتين، بطوله العالم خسرت في نص النهائي، وبعد كده بطوله الجونه خسرت في النهائي. طبعا يعني الحمد لله ايه البروجرس جه بعد. محتاج اطلع واحده واحده. بعد كده كانت البطوله دي يعني. طب خليني اقول لك ان يمكن البطوله دي شهدت حاجه غريبه جدا، وهو منع والدك انه يدخل البطوله. والحقيقه دي اول مره اشوفها يعني بامانه، يعني ولا هتشوفها يعني لما يمنعوا يعني اب او والد للاعب انه يحضر المباريات. الحقيقه وخلينا نشوف المشهد ده، يعني انت بعد البطوله نزلت الجراج بتدور على باباك استاذ محمود عسل، يعني حتى صديق الشخصي هو قاعد بيتابع المباراه من الجراج من جراج المول اللي فيه اللقاء، وانت نازل له اول واحد. يعني مشهد صعب يا مصطفى. طبعا. يعني انت باباك كان بيبقى اول واحد في الصف الاول بصراحه، والنهارده يعني بقرار ظالم يتم منعه، وده لوحده ضغط. انت عايز يعني ترد اعتبارك وترد اعتبارك. كان بيقول لك ايه ساعتها مصطفى؟ لا والله يعني انا عايز اقول لك انا اتفرج على الفيديو الاول. يعني انت رحت رميت نفسك في حضن باباك. الحقيقه يعني لا يعني لقطه صعبه، ويكفي الضغط ده مصطفى. يعني بصراحه انت واحد بيلعب وعارف ان باباه مش جنبه وقاعد في الجراج بيتفرج، يعني دي اكبر رساله بصراحه. يعني ما حدش يتحمل الضغط ده بامانه يا مصطفى.
كان لابس نظاره القرايه بيتفرج عليه في التليفون. يعني انا مش عايزك بقى يعني يعني والله يعني يعني مش عايزك يعني طبعا اكيد انا نفسي والله يعني الحقيقه انا دمعت لانه طبعا انا عندي ولاد وعندي ابن وعارف يعني ايه الاب لما بيكون هو اكبر مؤيدين ليك. ف ربنا يخلي لك باباك يا رب ويفضل دايما داعم ليك ومحدش ابدا يحط عقبات بينك وبينه يا مصطفى ابدا. الموضوع صعب طبعا. انا عايز اقول لك انا اتفرج على الفيديو لاول مره ما كنتش قادر اتفرج على الفيديو ده. طب قول لي يعني انت بعد المباراه جريت على طول على انت كنت عارف ان بابا تحت هو قال لك انك كنت تحت ها؟ يعني انا مش عارف ان هو تحت. ما كنتش عارف. ما كنتش عارف ان هو تحت. ما قالكش انه موجود. يعني انا عارف ان هو بيجي وكنت بسمع اخبار كده ان هو بيجي يقعد يتفرج على الماتش في تحت. يعني بيقعد او مثلا لو الدنيا بتقطع في الجراش متخيل يعني انا مش قادر اقول حاجه غير ان اب اللي هو يعني اول واحد ببص له في الملعب بيتفرج على يعني تحت يعني تحت في الجراش. لا ومفيش حتى طب اقول لك الانترنت يوصل ازاي ممكن تلاقيه مثلا بيعمل سيجنال مش موجود بتاع قرب ليك في اقرب نقطه ممكن يقرب لك منها يعني مش كان ممكن يقعد في البيت؟ طبعا كان ممكن بس هو جاي الجراش ليه؟ عشان يوصل لاقرب نقطه. هو كاب حاسس انه عمل اللي عليه انه يقرب لك لو 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 ادوله مكان اقرب من الجراش كان دخل. حتى لو كان قاعد انا اسف يعني لو كان قاعد في اوضه قد كده بس ادوله نافذه يتفرج على الماتش كان هتلاقي باباك هناك. يعني الحقيقه مشاعر كبيره جدا جدا ودعم غير مسبوق الحقيقه. فيعني ربنا يخليكم لبعض يا مصطفى. طيب خلينا يا مصطفى اسالك سؤال. طب هو تم منعه ليه؟ برضو عايزين نعرف الساده المشاهدين. لا هو يعني مش بس الفيديو فيديو صعب شويه عايزك تمسك نفسك. لا لا بس هو بس بتفرج عليه لاول مره ف يعني دايما كنت بشوفه كده كنت متاثر جدا. الموضوع اصلا انا اول مره يعني اول مره اللي حصل ده كمان بالنسبه لي كانت مفاجاه. انا سبت الملعب وجريت. ظلم كبير قوي ظلم كبير قوي احداث كتيره جدا. طب هو بلغوه ازاي ولا بلغوك ازاي ان استاذ محمود ما يحضرش؟ انا ما فيش انا يعني عيلتي كلها كنا بنروح ولاد خالتي ففي يعني ابن خالتي كان دايما مع بابايا يعني السايت دايما كان بيقعد يقفل ويطلع فهو ايه يعني بيحافظ الباسورد بتاع اللي هو السكوتش تي في بقى والحاجات دي يعني ان هو يخش يعني يتفرج على الماتش اونلاين وكده. فكان ايه بيقعدوا جنبه كده فهو بيقول لي يعني احنا بنتفرج في الجراج واول ما السيجنال يقطع احنا كنا نروح على اي كافيه ولا حاجه عشان نروح نتفرج على الماتش. موضوع كارثي. موضوع حتى انا بالنسبه لي ان انا ساعات اصلا بتهيأ من بطوله الجونه بتهيأ ان هو قاعد بره. يعني هو قاعد بره وسامع صوته وببص ما لاقوش. فالموضوع كان موضوع طيب ضغط. هو برضو يا مصطفى ايه تم ابلاغه ازاي؟ تم ابلاغك ازاي انه ما حضرش؟ هل الاتحاد بيقيس ايه؟ مفيش. هو يعني انا هحكي لحضرتك يعني واحكي طبعا لجماهير مصر وجماهير النادي الاهلي اللي بيحصل عامه. اللي بيحصل مش مظبوط بقاله سنتين انا عايش في دراما عايش في انا هلعب البطوله الجايه ولا لا هعمل مش فاهم حاجه. ليه بقى الاسباب دي؟ طبعا حضرتك عندك منظومه ثانيه بتخدم طبعا على اللعبه في مصر وهي طبعا يعني انديه وادي دجله عندك منظومه تانية بترعى السكواش بتلعب طبعا مفهوم. عندك في منافس هناك عندك في نائب رئيس الاتحاد الدولي هناك ماشي وبرده عضو الاتحاد في نفس الوقت ما هو مش عضو الاتحاد بس مرة المنافس برده كمان مش مرة منافس بس لا ده مرة منافس بينظم بطولات بينظم بطولات اللي هي في المنظومه بتاعتها. يعني حاسس ان في منظومه بتخدم على المنافسين كل ده يعني حضرتك بتعمل اربع حاجات خمس حاجات في يعني في اللعبه. طب ازاي؟ ازاي كل ده؟ وازاي كل ده لما تيجي القرارات دي ما بقاش في ظلم؟ هل ده ضغط عليك عشان تسيب النادي الاهلي وتروح للمنظومه دي؟ صدقني انا حاربت دايما عن النادي الاهلي. دايما على عمره ما يخسر مصر والنادي الاهلي. انا عمرك عمر الرهان ده ما يخسر ابدا. انا في الاول كنت رايح هناك انا اخترت والحمد لله اختياري كان صح. انا هناك الجماهير بص الدعم ازاي بص الدنيا المجلس الاداره مجلس النادي الاهلي بيدعمك ازاي طبعا. انا طالب كمان الدعم كابتن محمود الخطيب الفتره الجايه. الفتره الجايه صعبه جدا. الموضوع صعب جدا هناك. ونيجي بقى كاتحاد فين الوقفه في ظهرك؟ مفيش حد بيرفع عليك سماعه التليفون بعد ما لقيت رقم واحد على العالم. بركلي مفيش حد بركلي ازاي؟ يعني انا من بلد تانية. طب لما يمشي محمد الشرباجي ومروان الشرباجي
بنكلمهم ونقعد نطلع الاعلام ونقول وحصل لي انا موجود وانكل ومش انكل. طب انا ازاي موجود اهو، انا مش انا فاهم. موجود واخترت. انا اخترت يعني، انا دلوقتي انا موجود واخترت، يبقى مين وانا اللي انا بتدعم؟ انا مش عايز اسيب، انا جالي عروض، جالك عروض، جالك عروض ومش عايز اسيب. عايز اقول لحضرتك على حاجه، دكتور اشرف صبحي يعني انا مش قادر اقول لك هو بيعمل معايا ايه، ماشي، مش وده غريب عليه. وده مش دوره. وده مش غريب دوره. عليه. الدكتور الاخير انا عايز اقول لك ان هو ساب الماتش دخله بيقول لهم ايه اللي انتوا ومشي اعتراضا، وان انا كنت يعني هو حس ان انا كنت هخسر مشي. ان الطيار ضدك بشكل متعمد مشي يعني. في حركة مثلا الدكتور اشرف صبحي بيجي يسلم جوائز حتى لو كان النتيجه ايه، بالزبط. اكيد هيسلمها ويمشي، مشي اعتراضا على اللي حصل. كلمني بعد الماتش، شو ايه، الف مبروك يا مصطفى وفخر، شد حيلك وبتاع، وهو في وسط الماتش كان عمال يشجعني كمان اللي حصل. لا السيستم كله مش نافع، بس انا شايف ان السيستم كله لا لا لا، في حاجه غريبه. انا ليه بتحارب؟ ليه الحرب ده؟ لا اصل احنا مش مجانين انا وبابايا مثلا عشان نطلع نقول مثلا حصل واحد اتنين تلاته، حصل مش عارف ايه. طيب ادي بابايا توقف سنه، طب ليه الحرب معانا؟ انا بسال يعني ازاي يوقفوا اب لاعب؟ انا برضو مش متخيله يعني، انا دي مش داخله يعني، انا مش داخله. حضرتك بيوقفوا ازاي؟ ده الطريقه اللي بيوقف بيها بيوقف يا فندم. ازاي؟ انا كاتحاد او كايا كان منظومه رياضيه ماليش سلطه على ايقاف بالزبط. حد من اسره لعيب، انا ليا اللاعب نفسه. واقول لحضرتك على حاجه، يجي بقى الاتحاد يرد ازاي؟ يقول لك طب ما دي منظومه لوحدها. ماشي؟ طب المنظومه لوحدها دي مش فتره كوفيد جت عملت البطولات عندك كلها، عملت بتاع 20 بطوله، طب ال 20 بطوله دي مش صرف عليها ملايين الدولارات؟ طيب يعني انت ازاي ما عندكش سلطه عليها؟ بالظبط. ولسه في مداخله كان مع كابتن ميدو من كام يوم، قال لك احنا لينا تاثير كبير جدا على الاتحاد الدولي. باللي هو بمين بقى؟ بنائب الرئيس اللي موجود. ده اعتراف ضمني ان برضو التيار اللي ضدك يعني ممكن يكون بشكل او باخر. بالظبط. يعني لا والتاثير القوي بقى من نائب الرئيس اللي احنا بنتكلم عنه، هو اللي ليه التاثير. طيب ازاي بقى انت مش على كونتاكت جامد قوي بالمنظومه دي؟ وانا شفت بعيني ده. يعني في اوقات اقول ان يعني انت قصدك تناقض غريب، انا ليا تاثير كبير وفي نفس الوقت لما يصحى يقول لك انا ماليش تاثير. انا مش حاسس ان في، انا حاسس بالظبط بقى. يجي عند الحق مصطفى يجي يتوقف انا ماليش تاثير، ده هم اللي وقفوه. انما يجي في حاجه تانية لا احنا لينا تاثير ونقدر. طب اقول لحضرتك على حاجه، الوقف الثاني ماشي، انا ما شفتش لعيب اصلا في حياتي في الاسكواش، وحضرتك طبعا يعني عارف قدره، شفت حد بيتوقف ثلاث مرات؟ او يعني احنا دلوقتي طب ايه سبب الوقف؟ يعني انا عايز اعرف ايه سبب الوقف؟ انا يعني ايه اسبابه؟ هل مثلا سبب الوقف انت مثلا عملت حاجه خارجه عن النطاق المش... يعني الوقف ده ليه اسباب، وقبل ما اوقف بعمل تحقيق، بجيب اللاعب بحقق معاه بشوف بالزبط بالزبط يعني بالزبط. مفيش عقوبه بدون تحقيق. هل بيحصل معاك تحقيق؟ لا. انا ايه اللي بيحصل؟ انا مهدد بالوقف الثالث دلوقتي. ليه؟ يعني برضه انا عايز برضه لازم الجماهير تعرف حجم الضغوط اللي عليك. انا اعرف لعيب هيتوقف او حاجه بيتوقف لحين اجراء التحقيق، بيجي يتحقق معاه وبعد كده نقول والله هو يعني متهم مش متهم يعني مدان بكذا 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 وتم ايقافه كذا. انما الاقي نفسي طول الوقت عايش مهدد بالايقاف وفجاه الاقي طخ، اصحى من النوم افتح الجورنال وافتح الويب سايت الاقي ثلاث شهور. ازاي كده؟ ده كده اللي بيحصل من غير ولا ورق ولا حاجه ولا اي حاجه بتحصل. بتصحى تلاقي نفسك هو انت عكس طيارتك، عكس الطيار مصطفى هيوصل رقم واحد خلاص بره، بتحصل بره. طب فين اللي في ظهرك؟ فين الناس اللي في ظهرك اللي هي واحد فين اللي ما صدرش منك حاجه يعني؟ يعني يعني ايه اللي صدر؟ لا انا اقول لحضرتك على حاجه، اللي صدر بقى مثلا كل اللعيبه بتعمل حاجات في الملعب. صحيح. كل اللعيبه واحنا كنا لعيب كل اللعيبه بتعمل حاجات في الملعب، مفيش ده مفيش ادنى شك. بس شوف بقى كل اللعيبه دي ماشي ما بيحصلهاش حاجه خالص خالص. مثلا مضربك يجي في اللعيب التاني عادي ماشي، اتحسبت عليك نقطة، لا النقطة دي بتتحول انها بتبقى وقف ويكتب 1 2 3 وقف، حصل 1 2 3 ويقعد مستني لك بقى ويأخر لك وفي الوقت اللي يتوقف. انا شفت ماتش يا جماعة جابوا لنا يا ريت اللقطة دي، مباراة في أحد اللاعبين بدون ذكر اسمه يعني ادعى إنه حصل حاجة منك وخرج عمل نفسه دايخ وقعد اللعب متوقف شوية وبعد كده رجع تاني كمل المباراة. صح. دلوقتي بقى اللعيبه يعني ده هم لقوا ان الموضوع بقى تجاره كويسه بقى، ان احنا يعني ندعي اي شيء عشان زي ما بيقولوا تلبس مصطفى. بالظبط بالظبط. لا ده في لعيبه بقى كتير، لو بنتكلم عن اللعيبه لا اللعيبه كتير بقى قوي، لعيبه كتير قوي في القصه دي. كل واحد بيخش عمل كده بتاع يوم ده داخل
حصل واحد اتنين تلاته اوقف وعلى طول مهدد. يعني ايه مهدد بالوقف؟ يعني ايه من نقطه او مضرب جه في لعيب او بتاع؟ طب هو اتنين في وسط الملعب ده بالظبط، في وسط القفص ده، يعني ايه اللي هيحصل؟ بالظبط. امال احنا الاطفال الصغيرين بنلبسهم مضرب ليه؟ مضرب سوري، النضاره ليه في عينيهم؟ لا انا بشوف لعيبه تانيه. لا وتيجي تكلم رئيس المنظومه تقول له طب ما بص، لا ما تتكلمش على اللعيبه التانيه. طب يا فندم ما انا اقول ايه؟ طيب انا عايز طبعا حق ما هو إيه؟ اقول لحضرتك على حاجه، ما لما الراجل ده ما يلاقيش حد في ظهرك ما هيجي عليك. مش هيجي عليك ازاي؟ ما هيجي يعني عليك. انت مطالب المسانده يا مصطفى، انت عايز بس سندوني يا جماعه. ما فيش سندوني، يعني انا عايز اعمل حاجه لمصر والاسمي والبلدي والنادي بتاعي، بس سندوني، ما يبقاش انا مهدد دايما بالعقاب. عرفت اقول لحضرتك على حاجه، في التهديد في الوقف اللي عايزين يهد يعني يعملوه ده، قلنا الاتحاد جوابات ولجنه فنيه تطلع ترد على الكلام ده، لا اصل احرجونا المره اللي فاتت مش هنبعت حاجه. ومين بقى اللي يبعت؟ دكتور اشرف صبحي هو اللي يقوم اللي هو بالدور طبعا ده. اللي هو طبعا طب يعني انا دلوقتي دورك كاتحاد تعمل كده ولا دكتور اشرف صبحي يعمل كده؟ نرجع نقول اللعيبه بتروح تتجنس ليه واللعيبه بتمشي ليه؟ ما هو كده بالظبط. انا رحت للدكتور اشرف صبحي قلت له، رحت اسرتي راحت اليوم اللي قبليه، وبعد مع كابتن امير وجيه، وبعد كده رحت انا تاني يوم. يعني هو مش مصدق اللي بيحصل، وفي نفس الوقت بيتكلم ومش لاقي. يعني انت عشان تلاقي المنظمه دي حل، مش لاقي لها حلول. فلما يكون عندك الحل في مصر والدنيا اللي ومبتعملوش. بتحصل دي من جوه، دي حاجه غريبه جدا. انا سمعت حاجه مصطفى، سمعت انه الشكاوى اللي بتروح فيك في الاتحاد الدولي من جوه مصر. طب يعني طب ليه ما فيش لاعب؟ وفي منهم من بره، في منهم من بره. يعني ليه ما فيش لاعب؟ ما هو خلاص ما شافوا بقى المصريين. طبعا ما شافوا، ما لما شافوا شافوا بقى المصريين. المصريين بيعملوا كده بالظبط معاك، او بالظبط في ناس بتبعت شكاوى فيك، خلاص ما نركب الموجه انا كمان بالظبط. خلاص بقى. يعني حضرتك دلوقتي انا لعيب، بس الاغلبيه من مصر، اغلبيه اغلبيه من مصر، الشكاوى من مصر. اغلبيه من مصر مع الطيار التاني. اللي هو والمشكله دي تتحل كلها مصطفى ان انت تروح الناحيه التانيه. رحنا الناحيه التانيه، بس انا عمري ما رحنا الناحيه التانيه. انا عمري ما رحنا الناحيه التانيه. يعني انا بايت في النادي. انا لو حد قال لي اقعد اقفل النادي بروح بالليل الصبح الاقيك اقفل بالليل النادي بلاقيك بالليل، بصراحه. اقفل النادي بالليل عادي. انا انتمائي كله للاهلي ومصر والنادي الاهلي. الجمهور ده ساندني، بص قد ايه انا الحمد لله طلعت الحمد لله بسرعه. انا عارف ان انا برضو السن ومراعي فرق السن، بس انا واحد برضو عايز اخش الملعب عايز اكسب. عايز اكسب يعني انا حقك. يعني طب اسكت؟ طب اقعد اعمل ايه؟ مش معقول واحد يتوقف كم الوقف ده وعلى الفاضي. انا مش شايف حاجه. يعني انا لو حضرتك شايف حاجه ان اللي بتحصل دي ما بتحصلش مع اللعيبه التانيه هقول لك لا تمام. والسوشيال ميديا ما مصطفى بترحمش، يتوقف. يعني لو في حاجه هتعملها السوشيال ميديا مش هيرحمك. لا مصطفى يتوقف. لا مصطفى ايه وقف في السكوش ده اصلا؟ من امتى بنسمع ومن امتى بنسمع عن الارقام الغريبه في الوقف دي كمان، والمثلا ايه الغرامات الغريبه دي اللي بنسمعها من امتى؟ مفيش في الكلام انت ده خالص. وقفت مرتين ولا ثلاثه؟ مهدد بالثالثه. ثالثه. المرتين كانوا 3 شهور كل مره. مرتين كانت 3 شهور. 3 شهور وفي غرامه بتدفع كمان؟ غرامه كام شوف كنت بقى بتدفع كام؟ بيقول لك 2 و5 وغير محاميين. يعني غير انت المحامين. بتتكلم بستلين يعني. يعني لا انت وغير غير المحامي اللي انت محامي بقى من بتوكله انجلترا. من انجلترا. انت الغرامه بتبقى قد ايه كل مره؟ مثلا 5000 مثلا استرليني. بس انت ما بتسمعش الحاجات دي. يعني مثلا واحد عمل مش عارف ايه تلاقيه مثلا ب 250 مثلا 500 مثلا ولا حاجه. مصطفى حط له، مصطفى حط له غير بقى لو عايز تعمل استئناف بتبقى في محامي بياخد بقى. طبعا. لا والناس دي اللي بتيجي تقعد قصص، المحكمين بييجوا بياخدوا فلوس. قصص. لا حضرتك كل بقى انا كل بكلمك فيه ده بياخد من تفكيرك من تركيزك. ازاي تكسب بطوله؟ ده من عند ربنا، مفيش حاجه يعني ده من عند ربنا. وازاي باباك بره؟ يعني باباك بره مش عارف يتفرج، مامتك على اعصابها، انت مش عارف تخش البطوله الجايه ولا لا، الجماهير كلها بتتفرج عليك دي، انت قلقان لا تخسر جوه اصلا. غير كل ده وغير كل الضغط اللي عليك ده كله، طب بعدين يا جماعه هنحل الموضوع ده ازاي؟ والناس تطلع او اللعيبه تطلع تتجنس بره، نقول لك احنا اللعيبه دي هي اللي طلعت بيعيطوا هنا في الاخر بنعيط. ونطلع نتكلم مع اللعيبه دي ونشوفها. طب ما اللعيب معانا ووسط حضننا ومختار الطريق بتاعنا ومختارنا ومختار الوجود هنا وانت جالك قبل كده جامعه ورفضت تطلع وعلى ايدي. لا والعروض، والعروض الاخيره، العروض الاخيره كمان. يعني انا بس مش مصدق اللي بيحصل. انا حاسس ان انا عايش في سيرك. اللي بيحصل ده سيرك. يعني ايه يعني؟ يعني ايه واحد انا معلش انا دلوقتي كرئيس اتحاد، حطيني كرئيس اتحاد انا مثلا. يعني دلوقتي انا عندي واحد عنده 22 سنه ووصل وكسب وبقى رقم واحد على العالم، وخصوصا كمان ان حضرتك ما عندكش حاجه في الناشئين كويسه. في جاب كبير، في جاب كبير ما جدا بين لغايه الاعمار 15 سنه السنيه صح. لغايه يعني عندك فده اللي وصل لازم، ده اللي في السن ده اللي اقدر احافظ عليه بقى. اللي وصل فاينل في تحت 19 سنه في بطوله العالم عنده 15 سنه. يعني حضرتك بتتكلم على فرق
8 سنين 9 سنين. نعم ماشي، سن اخويا و مروان. وبعد كده انا من 22 عندك لغايه 29 30، فعندك فجوه كبيره جدا. وعندك مشكله كمان ان انت ما خلاص ما بقاش عندك حد، خلاص انت بتتكلم، خلاص احنا بنتكلم، انا بنتكلم على علي فرج خلاص عندك حاجه و30 سنه، الناس دي بعدين طيب فين؟ صحيح، في سبع سنين فجوه بعد كده بعد هنرجع. ما يبطلوا اللعيبه دي وكل الاحترام ليهم هيبطلوا، هيبقى مفيش غير على الساحه غير انت، مفيش حد. ازاي ما حافظش عليه؟ ما في... لا وحضرتك كمان، طب يا عم مصطفى، طب طب مثل عليا طيب. عليك مثلا او سيبني في حالي، او سيبني في حالي، يعني ما تدعمنيش بس سيبني في حالي، سيبني في حالي يعني سيبني في حالي، يعني حاول تفرمل شويه التيار اللي ضدي والشكاوى اللي بتروح واللي واللي، وانا يعني الشكاوى دي عشان زقيت حد مثلا، عشان مضرب جه اللي هو بتحصل في العادي، في لا بتحصل عادي، بتحصل معايا، معاك انت، بتحصل معايا، معاك انت في الملعب، اللعيبه بتزقني وبتعمل، انا ما بمثلش، انا في الملعب اخدها كراجل، انا في الملعب بس ما بمثلش، بس لما بيحصل حاجه ولاعيبه ثانيه يمكن تشتم الحكام عادي وما يحصلهاش جزاء، لا ده في حاجه غريبه بقى. والمشكله البطولات دي لا، يعني ما تقوليش في الاخر ان انت مش مسيطر على الناس دي، لا انت عندك قدره ان انت تسيطر على الناس دي، بس هي المشكله ان هي في التيار التاني، عندك قدره ان انت تسيطر على الناس دي، هتسيطر عليها، هتقول لها يعني مثلا عشان انت الوحيد اللي بره المنظومه، اي حد من التيار التاني هيتوقف؟ لا طبعا، عمره ما هيتوقف، لا طبعا عمره ما يحصل له، دليله ما توقفش. انا اول مره اسمع الاوقاف في الجمهور الاهلي، جمهور مصر وجمهور النادي الاهلي لما يجي يتفرج على ماتش ليا مش بيلاقي المعلقين، في حاجه غريبه. اللي هو ازاي مصطفى يستقطب الجماهيريه دي، او بحس ان في، انا اسف يعني، بحس ان في شويه غيره ان مصطفى، انا مش واجه كلام الحال، لكن بقول بيبقى في غيره ان ازاي مصطفى نجح في سن الصغير ده انه يخلي الاسكواش لعبه يعني جماهيريه، وجمهور النادي الاهلي يتابعه من سنين طويله، مش عاجبينهم كده، مش عاجبهم، مش عاجبهم. ده في ناس بتقول لحضرتك ان انا باجر جمهور عشان يخش هناك، ده اجر بتاع لك على السوشيال ميديا، يعني صفحات كتيره من صفحات، متخيل وصلت لايه؟ هم متضايقين من حاجه اسمها عريق اسمه النادي الاهلي، متضايقين منها، متضايقين من اهلاويه، متضايقين من مصريتي كمان، يعني هم متضايقين من الحته دي، ومش عاجبهم بقى ازاي، وعارف اللي هم حاسين ان هم في طبقه ثانيه كده غير الطبقه اللي احنا عايشين فيها. لا يعني حتى من تواضع الله رفعه. طيب خلينا نقول انت عايز ايه، يعني انت مثلا طالب ايه، ايه اللي انت شايفه يقدر يساعدك ان انت تتفوق وترجع تاني، ايه اللي انت طالبه، ايه اللي انت عايزه، يعني اعتبر مثلا النهارده انا قدامك احد المسؤولين يا سيدي، وانت بتقول انا نفسي، انا عايز يا جماعه 1 2 3 4، ايه؟ مش حركة، بص انا رحت الدكتور اشرف صبحي، قلت انا عايز اعمل معسكرات هناك، معسكرات ان انا اروح اتمرن مع واحد اسمه جيمس وولستروب، وولستروب ده كان نمره واحد قبل كده على العالم هناك، مرن معاه، ابتدي اسايس الدنيا هناك. في انجلترا ولا فين؟ في انجلترا. تمام. ابتدي اسايس الدنيا هناك، حتى لو عندي انا اخطاء اعدلها هناك برضو مع رئيس لجنه، وده حقك، رئيس لجنه التحكيم، اروح اعدل الحاجات دي، بس عايز معسكرات، معسكرات طبعا مكلفه جدا. صعبه جدا، مش هقدر انا اروح اريسك في حاجه زي كده من عندنا. لازم يكون في دعم. بالظبط. دعم مش عايز فلوس، عايز اعداد. بالظبط كده، فانا قلت ان انا لازم اروح اقعد عندهم، مش معنى ان انا اروح اقعد عندهم معنى ان انا هتجنس ولا حاجه كده، لا طبعا، معنى ان انا انت بس عايز، انت بتقول انا عايز العب. بالظبط، انا عايز اتمرن. وهو اللي على فكره وهيتجنسوا، هم هيجيبوك انت، يعني هم اللي هيقول لك تعالى. بالظبط، هم اللي هيدوك الدعوه، انما انت عايز تروح من خلال دعم من الاتحاد مثلا، وحتى بطوله تتعمل، يعني انا قلت اقترحت برضو ان هي بطوله تتعمل على حس مثلا ايه فيها سنه مصطفى فيها بتاع، عشان نبتدي يبقى ليك ظهر شويه. مفيش ايه تاني غير ان انت تتعدي فنيا كويس؟ انا شايف تعدي فنيا كويس، وهي البطوله اللي تتعمل دي مثلا كل سنه، انا هبقى تمام. انا مش فارق معايا حاجه، الحمد لله كله، يعني يكفيني الجمهور اللي بالملايين ده اللي في ظهري، ويكفيني ان انا يعني بنتمي لمصر والنادي الاهلي. انا مش عايز حاجه تاني، بس انا عايز تسيبوني في حالي، عايز دعم فني، يعني انا عايز العب في حالي، انا عمري انا بقالي سنتين ثلاثه ما فكرتش في خطه ماتش. يعني انت كل مجهودك اللي بتعمله والمركز ك ك ك ك ك ك تصدرت التصنيف العالمي، كل ده بمجهود شخصي بمدربينك واللي بيوفرهم لك النادي الاهلي والملاعب اللي بيوفرها لك النادي الاهلي، بس مفيش اي دعم من اي حته تانية؟ مفيش اي حاجه تانية، مفيش اي حاجه تانية. انا بقول لحضرتك حتى البطولات اللي بتروحها يا اما دعوه من بي اس اي، يا اما على حسابك، يعني مفيش دعم بيحصل؟ لا في دعم طبعا، في دعم بس طبعاً. مش كافي،
في دعم بيحصل عندي. السبونسر بتاعي حديد عز، السبونسر بتاعي موجود وبتاع، بس الفتره لا اللي مش بتكلمش على سبونسر، انا بتكلم على الدعم الفني ان هو يتوفر لك. لا الدعم الفني لا، مش انت اللي شايل نفسك فنيا. الدعم الفني، الدعم الفني لا، بس انا بتكلم الدعم الفني الخارجي عشان تحاول، مشكلات خارجيه من عشان تحاول تسيطر. لكن الدنيا مش احسن حاجه يعني، عايزه سايس الدنيا شويه ممكن من ناحيتي، بس الموضوع متقفل من كل الاتجاهات ومهدد بالايقاف طول الوقت على طول. لا حضرتك مش عارف البطوله الجايه هتلعبها ولا لا يعني. طب اقول لحضرتك على حاجه، تاني وقف اللي حصل ده كنت انا رقم واحد على العالم بلعب بطوله انجلترا، فانا كنت هناك وقاعد مع اصحابي عادي جدا جدا، ورايحين اليوم اللي بعديه رايحين البطوله خلاص، قاعد مع اصحابي انجلترا ورايحين البطوله، رايحين فندق البطوله وهنقعد بقى خلاص، ويعني خلاص البطوله بتبتدي بكره الادوار التمهيديه، وبعد كده هخش بقى من بعد بكره يعني. نعم. مره واحده سمعت لقيت اللي تحت السي او بيقول لي ان انا هتوقف. ايه ده؟ ده كده ده الوقف اللي هو الاخر واحد. توقف ايه؟ اسمي ما اتشالش حتى من الدرو. بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ زي ما بقول لك كده. قلت له طب انا المفروض يعني ده بيبلغوك كده اورال يعني، المفروض اقعد في انجلترا ولا ترجع ولا سافر ولا اعمل ايه؟ قال لي از يو لايك. طب قلت له يعني زي ما احب كده. ما تعملش معاك تحقيق قبل الايقاف؟ لا ما انت بقى حضرتك التحقيق نقول على حاجه. طب انا بابايا موقوف سنه على الماسنجر، من على الماسنجر، من على الماسنجر بعت له رساله على الفيسبوك انت موقوف، قال له انا هستجوبك على الماسنجر. ده اسمه كلام؟ ده ايه اللي احنا فيه ده؟ لا في حاجه، في حاجه مش يعني اكيد تبص على حاجه كده تقول لا في حاجه مش مزمون. انا من اللعيبه اللي خلاص اللي فات فات واللي خلص خلص، وانا ما بحبش اقول حجج، ما بحبش اتحجج ولا تشتكي ولا تحب تشتكي. خسرت خسرت، بس انا اخر سنتين الماتشات اللي خسرت فيها كان بفعل فاعل، او حتى لو حاجه انا بتوقف اللي هو لا ده احنا مش لاقيين له حاجه. وفوق رقم واحد على العالم، عمري ما شفت لا في لعيب في رقم واحد على العالم في اي رياضه توقف. شفتهاش؟ ما شفتهاش في اي رياضه تلات شهور لغايه لما خلاص اخر نص شهر كده رجعت. طبعا حاولت ان ارجع تاني ورجعت دلوقتي على بعد بطوله واحده، بطوله واحده بس ترجعني تاني على التصنيف، مش احنا قريبين جدا من بعض جدا جدا. فانت وكل ده بالايقاف وانت الرابع مهدد دلوقتي بايقاف تاني بقى تالت بقى عشان انا هركب تاني. حضرتك في خلاص هم تقريبا شبعوا بقى من السيطره المصريه دي، بقالنا كتير مستحوذين، فانت عايز دعم من هنا عشان تقدر تكمل منافسه. مفيش حضرتك الاتحاد كله يعني، انا مش قادر اقول لك الاتحاد عامل ازاي يعني، مفيش حتى مكالمه بعد رقم واحد على العالم ازاي يعني. خصوصا عندك علي فرج مصاب، ناس تانية بعيده، محمد مشي، مروان مشي، انت مهدد بطولة العالم اللي جايه دي الفرق تكسبهاش. مروان ومحمد الشرباجي الاثنين مشوا، ودول لعيبه مهمين جدا جدا موجودين. لا وفاجئ من تصريحات ان هم يعني. طب تفتكر، هكلمك بكل امانه، احنا مش هنتكلم بنيام على حد، بس هنتكلم على كيس ووجهه نظرك. احنا بنتكلم على وجهه نظر. مروان ومحمد راحوا ليه يتجنسوا في انجلترا بالرغم ان هم يعني هم ابطال اصلا يعني، هم مش مثلا هم تصنيف متاخر فيروحوا، لا او رايحين يصنعوا مجد، هم اوريدي عاملين مجدهم. صح. طب ايه اللي يخليهم يروحوا من وجهه نظرك؟ وجهه نظري انا شايف ان هم اول حاجه برضو ان هم اتعاملوا هنا وحش وهم صغيرين، او هقول محمد عشان انا اقرب شويه لمحمد، بعد كده سافر من هو عنده 15 سنه 16 سنه، فقعد 15 سنه هناك. فواحد اصلا قعد اكتر من نص عمره هناك. بس غير كده انا محمد كان عنده مشاكل، مشاكل اقول لحضرتك على حاجه. محمد كان عنده مشاكل كبيره مش زي اللي انا فيها دي. باعتراف محمد مش زي اللي انا فيها دي. انا اكبر انا اكتر بكتير يعني، انت ليفل الوحش، ليفل اللي هو وحش خالص. يعني الدنيا بايظه خالص. لكن مروان ما كان طلع هو حتى ما كانش مش لاقي، كنت سبب لمروان، بس طبعا اخوه كده وبتاع يعني. مروان كان يعني الرعاه، والطيار التاني كان معاك ماشي كويس قوي، فكان تمام. انما انت شايف ان يمكن محمد كان مبرراته اكتر واقوى انه يمشي لانه لقى تيار شديد. لا كان في يعني كان ممكن يخش بطولات، كان هو مثلا يبقى رقم واحد على العالم هنا في مصر ما يلاقيش صورته محطوطه اصلا ولا تليفون برضو زي حالتك كده، ولا لا تليفون يعني هو عارف يتعامل او بقى مع يعني هو اتصرف.
فانت من وجهه نظرك ان هم يعني محمد ومروان، يمكن محمد لا مشاكل هنا وده اللي دفعه بشكل كبير انه يروح، بالاضافه انه طبعا قعد هنا 15 سنه 15 سنه من عمره، فلقى ان هو يعني خلاص طب انا اروح يعني في مكان يقدر يساعدني اكتر. طيب ونفس الكلام مروان. طب احنا سامعين ان في برضه لاعبات بدون ذكر اساميها برضه عليهم ضغوط وعليهم عروض زيك مثلا، الكلام ده صح اللي بنسمعه ده؟ اكيد طبعا، اكيد طبعا في الفتره الحاليه دي ان في خلل، في خلل انا شايفه. يعني ممكن نشهد الفتره اللي جايه بقول لحضرتك على حاجه، في بنت برضه بطله عالم ما شاء الله طالعه بسرعه الصاروخ ما شاء الله، يعني امين عرفي. لا دي ما شاء الله ما شاء الله عليها، دي بتكسب السيدات ما شاء الله عليها. نفس كانت بتخش تلعب معاك برضه عرفي، كانت بتخش لما كانت لا ما شاء الله عليها. كانت بتخش تلعب معاك، قصه بقى حرب برضه ماشيه في حرب ناحيه ثانيه، وباباها برضو نفس الكلام، نفس القصص برضو باباها وبابا دكتور. اقول لحضرتك على حاجه، هي برضو في حته ثانيه برضو راعي ثاني حاجه ثانيه طيار ثاني برضو، ففي في وشها تيار شديد. ده اقول لحضرتك امين عرفي دي لازم يحافظوا عليها، يعني لازم دي وحش يعني ما شاء الله جاي الله اكبر ما شاء الله عليها. يعني عمرها كام 16 سنه دلوقتي؟ اقل 15 اقل اقل ما كملتش انت بتاع 14 سنه واخده بطولتين عالم اسمه ايه النشاهات وفي سيدات. لو انا بقول لك لو دخلت سيدات هتكسب. لا 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 الله اكبر عليها، وهي دخلت وكسبت عامه. لا ما شاء الله عليها. وبرده طب ليه يا جماعه بطل الجمهوريه سيدات تخيل وعندها 13 سنه؟ انا نفسي افهم ليه الحرب على الناس الناجحه. طب الناس الناجحه دي انا من وجهه نظري طب ما انا طبطب عليهم عايز ايه؟ ترضيك ايه؟ ده كده ده الطبيعي، ده طبيعي اللي يحصل. بالظبط. وده ما ينقصنيش لما اقول لك كده، يعني انا لما اجي اقول لك يا مصطفى، انا كاعلامي مثلا اقول لك يا مصطفى انت منورنا انت مشرفنا انت ناجح. بالزبط. وراجل بتروح في الاول والاخر مصطفى عسل المصري اللي طالع من بلدنا، ففي الاول والاخر لازم ادعمك واقف جنبك وده لا ينتقص من قدري. بالظبط. انت بتقول ليه بقى ما بيحصلش كده معايا؟ ليه ما بيحصلش كده؟ لا ليه ما بيحصلش كده؟ ليه الدعم مش موجود؟ حضرتك بنيجي النقطه اللي هي برضو هيقول لك طب ما منظومه خارج. لا حضرتك مش خارج برضو المنظومه دي، مش خارج المنظومه اللي هي المحترفين دي. لا انت ممكن تسيطر عليها، مش ممكن انت هتسيطر عليها. لو عايز تسيطر هتسيطر. يعني انت شايف ان الدعم سهل يكون موجود؟ انت شايف كده؟ انا شايف الدعم ان انا حضرتك الفتره الاخيره دي البطولات اللي اتعملت دي مش سهله خالص. اتعملوا بطولات في وقت عصيب جدا ما كانش في اي لعبة اصلا كانت قايمه. صحيح. وده طبعا يرجع طبعا يعني فضل كبير جدا طبعا ربنا وبعد كده دكتور اشرف صبحي ان هو فتره كوفيد دي كانت فتره عصيبه جدا، ان هو قدر يخلي بطولات برضو بشكل كبير. هاندبول وكان في حاجات كتير. نعم. جدا بتنظم في مصر هنا. طب خلينا اطلع لفاصل مصطفى وارجع معاك اتكلم شويه بقى عن الفتره اللي جايه ومستقبلك البطولات اللي جايه وبتخطط لها ازاي في اجندتك، بس خلينا اتكلم ده بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع نجمنا الاهلاوي ونجم السكواش المصري مصطفى عسل، ولكن بعد الفاصل. قول لي قصه الاحتفال ده يا مصطفى. انا قلبت لهم الدنيا. والله لا انا اول ما خلصت الماتش ما عرفتش احتفل، رحت مخلص على طول نازل لبابايا تحت. فبعد كده قلت انا لازم اعمل حاجه، لازم اعمل حاجه. بعد كده طبعا كنت اتفرجت طبعا قبليها على ماتشات افريقيا والنهائي. حضرتك عندك برضو عندك قصه برضو في الحته دي ان يعني الطيار الثاني مش عايز يشغل اغنيه سطلانة في الملعب. فعلا؟ لا والله. يعني انت مين اللي كان مشغل الاغنيه؟ يعني هم شغلوها بعد كده بعديها بشويه. لكن هو داخل هنا كانت الاغنيه مش شغاله. انت داخل متخيلها. انا داخل متخيلها. يعني حضرتك متخيل انت لا وقلت لاصحابي، يعني قلت لاصحابي كده قلت لهم بقول لكم ايه، شوفوا بقى الجمهور معايا وايه قولوها انتوا حتى اسخن انا عليها ولا يعني. في ناس فرحانه وبتسقف. طبعا. وفي ناس بتضحك وفي ناس قاعده مكشره. بس لا. يعني معلش يعني في هتلاقي في ناس بص متفاعله معاك وفي ناس واقفه مش متفاعله يعني والناس بتصور مبسوطه وبتاع. بص وفي ناس قاعده يعني الموضوع شكله مضايقهم حبيبي. لا ما هو بقى اصل البطوله دي انت بتلاعب برضو يعني منظمه من نفس الناس يعني. بص يعني لك دول صحابي برضو اللي كانوا معايا في زياد السيسي. ده جوز نوران. جوز نوران. جوز نوران. يعني ده دول صحابي برضو. خلينا بس نقول ان زياد السيسي لاعب السلاح. السلاح. ده يبقى جوز نوران جوهر. هو كان حاضر المباراه وبيسقف لك وبتاع فرحان. شكله اهلاوي. يعني بيقول كده. بيتعرف على طول يعني الانفعال والتسقيف وبتاع اهلاوي على طول. طب قول لي يعني وبعد كده شغلوها بتقول الاغنيه. شغلوها بقى في الاخر خالص بقى لما لقى خلاص ان الدنيا كانوا برضو اصحابي اللي معايا كان يوسف وعبد الله برضو اللي كانوا موجودين معايا كانوا بيسقفوا. كانوا برضو يسقفوا هناك وكانوا عاملين يغنوها مع ما شاف. فالموضوع كان لذيذ يعني. طب قول لي انت لما
لما في نهائي افريقيا وكسبنا الحمد لله وفوزنا بافريقيا كره قدم، كنت بتفرج على الماتش فين؟ مش مصدق. لا انا بحب اقعد في البيت لوحدي. لوحدك؟ ها لوحدي بقى، وصرخ لوحدي وازعق لوحدي الدنيا مش حد بقى معايا، واقعد بقى. لا بس احنا شفنا الاحتفال بتاع طاهر بعد واللعيبه بعد بس اول ما جاب الجون. طب انت لما شفته على السوشيال ميديا زينا زي كلنا ما شفناه، قلت على اول بطوله هحتفل بيه كده؟ انا هي على طول هي بتترسم، وكنت عايز اعملها كان ساعتها في الجونه. انت ساعتها في الجونه بعد البطوله دي في الجونه. ما كان في الفاينل، كنت ناويها بس ما قدرتش. فبعد كده بقى قلت لا ان شاء الله البطوله الجايه اعملها ان شاء الله. اول حاجه عملتها رحت لبابا في الجراج سلمت عليه وبتاع، بتاع كده تحت بقى رميت المره واحده، رميت المضرب جوه الملعب، بعد كده رحت نازل له تحت عمال ادور، الناس مش فاهمه بقى ايه اللي بيحصل. الموضوع ده وراك بالكاميرات بيصوروك، شفت كتير. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، هي مشكله. انا من بدري كان لو رحت الطيار التاني ده كان خلص الموضوع من بدري. خلاص من بدري، ولا كان فيها بقى اي حاجه تاني. بس انا حبي ما اقدرش ان انا امشي، ما اقدرش اسيب النادي الاهلي. انا ما اقدرش اقول لحضرتك انا لو هقفل النادي كل يوم انا مش هسيب النادي. النادي انا بشوفك يا مصطفى لما بروح ملعب الاسكواش بشوفك بتقعد بتمرن بالخمس ساعات قاعد لاجئ هناك. تريح وتاكل حاجه وترجع. عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني كمان الفتره الاخيره كان عندي اصابه كتفك بتاعت كتفي، كان اصابه كبيره جدا لما اترزعت في الازاز. دكتور سامح ظلام، دكتور حسن طبعا، يعني مش قادر اقول لك كمان دكتور حسن محترمين جدا معايا من ساعتها، معايا من شهر 12. انا كل يوم بنشتغل مع بعض، كل يوم قاعدين مع بعض برضو. يعني الناس كلها كانت ساعدتني بشكل كبير جدا. مدرب جديد محمد القيعي على اعلى مستوى، هداني جدا في الملعب، ابتديت يعني الدنيا برضو كانت عندي حماسيه شويه، ابتديت اهدى شويه. وطبعا كابتن امير وجيه على طول بتمرن برضو الناحيه الثانيه هنا في اكتوبر جنبي. انت بقى معاك مدرب جديد دلوقتي يا مصطفى؟ لا معايا يعني الحمد لله معايا كابتن امير وجيه وكابتن قيعي طبعا، وهنا برضو بيمرني كابتن فادي ثروت موجود، اجهزه على اعلى مستوى وخلق، ويعني ناس جميله جدا. وكمان يعني علاج الطبيعي كابتن خالد الشناوي ودكتور خالد الشناوي والجهاز وبرده دكتور محمد يوسف، ناس قبليهم كابتن عبد القادر باين كمان كمان. لا ناس لا المنظومه كلها عملت ان هي يعني عملت هي الحمد لله ان انا اقوم. طب انت لما بتيجي هنا في مصر يا مصطفى برضو لازم نوضح للساده المشاهدين، في الاسكواش انت محتاج منافس في الملعب، انت بتتمرن جوه محتاج في ثلاثه بيكونوا في الملعب. يعني انا شايفك برضو عامل حجامه اهو على لا الدنيا عملت حجامه انت ده الله يبارك فيه محمد يوسف بقى وريها كده الكاميرا برضو. انا خدت بالي من اول ما جاي يمكن على كتفه مصطفى ففي الحجامه. طب دي ده نفس الدراع اللي كان فيه الاصابه؟ بس دايما بعمل يعني انا دايما يعني بشتغل جامد قوي، بتمرن كتير قوي في اليوم، فريكفري على طول بالنسبه لي لازم يعني. طب انت هنا بتتمرن وضع طبيعي جدا انت بقى عايز منافس. يعني انا دلوقتي ساعات لما بخش ملعب سكواش بلاقي ثلاثه بيلعبوا، مش عارف بقى واحد على الباب، الكلام بقى بتاع السكواش ده ما بتمرنش جيم ورا مرنش مع حد بقى لي ثلاث سنين قطع جدا. بس يعني اقول لحضرتك على حاجه، الناس اللي بتشتكيك هتتمرن معاها ازاي؟ هتتمرن معاها ازاي؟ فانت عشان كده بتقول انا عايز معسكرات. وده اللي بيكئبني من السكواش شويه. يعني بيجي لي فاهم خانقه منه شويه. ازاي انتوا بتتعاملوا مع بعض كده؟ ازاي يعني؟ انا مش فاهم يعني، ده يشتكي في ده وده يشتكي في ده، وليه في ملعب واحد مع بعض بيهزروا مع بعض بيضحكوا مع بعض؟ ازاي؟ فانا قلت خلاص انا هعمل سيستم لنفسي. كان ساعتها برضو عندي برضو موجود بيلعبوا عليا دبل، وكان طلع معايا بطوله كابتن حازم حلمي وكابتن هشام فانسا برضو بيمرنوني برضو الدبلات دي برضو عايزه يعني لعيبه. كل يعني زي ما بيقولوا ما فيش استقرار فني وتيار في شدك في وشك شديد، ومع ذلك وصلت بطوله عالم وبتكافح لسه. والله يا تمارين انا اقول لحضرتك على حاجه، بطوله العالم اللي انا لعبتها بعد الوقف دي وكنت داخل فيها رقم واحد وكنت لسه رقم واحد، انا اتمرنت اكتر فتره اتمرنت فيها لدرجه ان انا دخلت الملعب اعمل كده مش قادر 200%. الحاجات دي بتديني دفعه تاني ان انا لا وهصمم ولا هلعب، والحاجات دي بتديك يعني فعلا الحمد لله. مصطفى يعني انت بجد يعني النهارده كان قاعده صراحه شويه معاك، وكل الدعم ليك يا ابني وربنا يوفقك، انت نورتني وشرفتني، ومستنيين منك الكتير. وجمهور النادي الاهلي مش انا، جمهور النادي الاهلي كله كمان مستني منك. لا انا من هنا بشكر طبعا مجلس الاداره، وطلب ان انا اقعد مع كابتن محمود الخطيب لحل المشاكل دي، ان الموضوع صعب جدا. وبشكر طبعا باشمهندس خالد المنتجي والناس دي وقفت معايا بشكل كبير جدا، خد العوضي كابتن خالد العوضي طبعا، وباشمهندس عمري، لا الناس كلها واقفه طبعا، باشمهندس مهند يعني دكتور مهند طبعاً. موضوع الصراحه في الاهلي يعني عيله كلها مع بعض صحيح. طبعا انا بحب اشكر شكرا لحضرتك طبعا وناجي وطلع اعز الناس، يعني بخش بيتي قبل ما اخش اي حاجه طبعاً. وفي الاخر يعني وفي الاول برضو جمهور
في الاول طبعا جمهور النادي الاهلي اكيد مش قادر اقول لك الدعم يعني. نورتنا وشرفتنا مصطفى، ونتمنى لك كل التوفيق، وان شاء الله يعني لقاء تاني وبعد بطولات تانيه وانجازات كبيره. اشكرك يا مصطفى. اعزائي المشاهدين، ده كان لقاءنا النهارده مع مصطفى عسل، كان لقاء كله صراحه الحقيقه، وكل الدعم من برنامج الابطال للاعبنا ونجمنا مصطفى عسل، وكل الدعم ايضا من جماهير النادي الاهلي ليه. بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه، وانتظرونا في حلقه جديده من الابطال.